وللمتابعين انضم الينا هاتفيا الاستاذ محمد الجالي الكاتب الصحفي. استاذ محمد، كيف ترى اهميه مشاركه الشباب من خلال منتدى شباب العمل العالم في قمه المستقبل؟ والى اي مدى هذه القمه هي منصه لمناقشه تحديات الشباب في المستقبل؟ يعني مساء الخير على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. اولا بالفعل هذه منصه مهمه جدا، احنا بنتكلم على قمه المستقبل ودعوه منتدى شباب العالم للمشاركه فيها، هي شهاده ثقه وشهاده عالميه برياده مصر في هذا المجال. والمنتدى للامانه هو حقق نجاحات عديده منذ بدايته، واللي هو كان عباره عن فكره لمجموعه من الشباب يعني بلورها السيد الرئيس بتوجيهاته، ثم صارت بعد ذلك يعني مؤتمرا دوليا مهما يحضره جميع المؤثرين في العالم على السوشيال ميديا او ممثلي الحكومات والدول المختلفه. وبالفعل دعوه منتدى شباب العالم لحضور مثل هذه القمه الكبيره على هامش الجمعيه العامه للامم المتحده في دورتها 79 في نيويورك يؤكد على مكانه مصر ويعزز من دور الشباب المصري الملهم في الحقيقه، الذي يعني بذل مجهودا جبارا في تنظيم مختلف الفعاليات اللي حضرها تحت منظمه الاكاديميه الوطنيه للتدريب. نعم، طيب هناك يعني بالتاكيد اهميه لوجود المنتدى في هذه القمه استغلالا للقضايا التي تمس الشباب ومرتبطه بمراكز صنع القرار على المستوى الدولي، في رايك اهم هذه القضايا؟ يعني بالفعل بنتحدث النهارده واحنا بنتكلم عن صناعه المستقبل والتحديات التي تواجه العالم، بنتكلم في جميع الملفات والمجالات، بنتكلم على الذكاء الاصطناعي، بنتكلم على التكنولوجيا، بنتكلم حتى على في مسارات التحول نحو الاقتصاد الاخضر وغيرها من الملفات المهمه اللي في الحقيقه مصر بذلت مجهودات جباره في هذا الاطار، بدليل ان احنا حتى على مستوى المنتدى الحضري اللي هتستضيفه مصر الشهر المقبل، ويمكن عايزين نشيد برضه بدور التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي مع الاكاديميه الوطنيه للتدريب وعلى اللجنه المنظمه لمنتدى شباب العالم اللي هيشرفوا على المتطوعين ايضا في هذا المنتدى. فاحنا بنتكلم على تكامل وتناغم بين اجهزه الدوله ومؤسسات الدوله المختلفة لإنجاح هذا. ودايما بنستحضر كلمات الرئيس السيسي وإن مصر دولة شابة، وبقوة شبابها تحيا مصر دائما، وهذه الشعارات تؤكد على أن يعني مصر متواجدة بقوة، وإن شبابها عندما يحسن استغلاله ويحسن توظيفه فإنه يبهر العالم. والنهارده تواجد هؤلاء الشباب الأمم المتحدة وفي قمة كبيرة هو ترجمة لهذه الرسالة بكل تأكيد. أشكرك الأستاذ محمد الجالي الكاتب الصحفي.